قبضت السلطات الأمنية في السعودية على مطلوب أمني يدعى محمد حسين علي آل عمار وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية. القناة أضافت أن المطلوب يعد أخطر مطلوب أمني في القطيف، حيث قاد أو هو متهم بالتورط في إطلاق النار على رجال الأمن وكذلك القيام بجرائم سطو على سيارات نقل وأموال. معنا الآن مشاهدينا عبر الهاتف من الدمام مراسل العربية بدر الشهري. أهلا بك يا بدر. معنا بدر، من هو هذا الإرهابي، أخطر إرهابي في القطيف الذي تم إلقاء القبض عليه وكيف تم ذلك؟ مرحبا، مساء الخير لكل السادة المشاهدين. طبعا محمد العمار هو من أحد أخطر المطلوبين على قائمة التسعة والتي تم الإعلان عنها في العام 2015. كان من أحد المطلوبين الملاحقين أمنيا وتم القبض عليه صباح هذا اليوم بعملية أمنية دقيقة تمت في القطيف. تم القبض عليه حيا بعد متابعة من جانب رجال الأمن. طبعا العمار هو من أحد أخطر المطلوبين نظرا للقضايا التي شارك فيها، القضايا الأمنية سواء من جانب استهداف رجال الأمن أو من جانب استهداف كذلك سيارات نقل أموال، ولا ننسى كذلك إلى القضية الأشهر التي كانت وهي استهداف القاضي الجيراني في وقت سابق. طبعا عملية القبض تمت بعد متابعة أمنية، تأتي هذه العملية بعد عملية شهدناها قبل تقريبا أسبوعين في الدمام وكانت لسنام من المطلوبين أمنيا. هناك طبعا متابعة دقيقة لقوائم المطلوبين أو ما تبقى بالأصح من قوائم المطلوبين التي تم الإعلان عنها مسبقا في القطيف راوية. طيب بدر، منذ متى وقوات الأمن تلاحق هذا المطلوب وتسعى لاعتقاله؟ طبعا منذ إعلان اسمه على قائمة المطلوبين هو ملاحق ومطلوب أمنيا. عمليات التخفي التي كان يقوم بها وعمليات الفرار وكذلك عمليات التغطية التي كانت تتم عليه تم اليوم طبعا القبض عليه، وسيكون هناك تحقيق مع هذا المطلوب والكشف عن ملابسات اختباءه. طبعا دعينا نشير راوية إلى أن هناك بيان من رئاسة أمن الدولة سيوضح تفاصيل هذه العملية وكذلك تفاصيل القضايا المرتبطة بهذا المطلوب على قائمة التسعة. نعم. طيب بدر، يعني هذا المطلوب هو ينتمي لتنظيم معين، وما هي الإجراءات الآن؟ يعني الآن من المفترض أن يتم التحقيق معه، بعد ذلك متى نتوقع أن يقدم للقضاء؟ طبعا هذا المطلوب إضافة للمطلوبين الذين تم الإعلان عنهم في وقت سابق راوية في محافظة القطيف. كان هناك طبعا إعلان سابق لقائمة ضمت 9 مطلوبين وقائمة أخرى ضمت نحو 23 مطلوبا، عدد منهم قام بتسليم نفسه وعدد تم تصفيتهم في الميدان وعدد تم القبض عليهم، ويتم طبعا الإجراءات القضائية والعدلية تتم مع هؤلاء المطلوبين خصوصا الأحياء أو حتى الذين قاموا بتسليم أنفسهم وفق أنظمة القضاء المعمول به. يعني يتم رفع للنيابة العامة ويتم التأكد من تورطهم. طبعا هناك تحقيقات كشفت، لأننا نتحدث راوية عن تنظيمات خلية تقوم هذه المجموعات بمتابعتها أو تقوم بتنفيذ العمليات من خلال طبعا هذه العناصر.